السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، اليوم نأخذ الفصل الرابع التكامل الغير محدد، وراح نكمل لكم ويا الأسئلة الوزارية المهمة جدا والأكثر من سنة جاية. طبعا لازم تتعلم شلون تحل التكامل الغير محدد. إذا فهمت التكامل الغير محدد ممكن تحل التكامل المحدد. انتبه، هنا عندنا سؤال بالتكامل غير محدد يقول جد قيمة التكاملات الآتية. شوف، منطيك أكثر من تكامل. إذا تلاحظ على التكامل الأول حسب قواعد التكامل، هنا عملية توزيع، لأن إحنا ما نقدر نقول غير عملية التوزيع. مثل ما علمتك الضرب بينهم الأقواس. نجي نحل أنا وياك المثال الأول. هذا الأول شو راح نحله؟ وانتبه وياي بطريقة الحل. انطاني اكس ناقص 2 وانطاك ايضا 2 اكس زائد 3. شوف هنا شلون راح نبدي بطريقة الحل. اول طريقة بالحل تبدي عملية التوزيع. شلون راح نبدي نوزع؟ راح تضرب الاكس في 2 اكس، راح شي يصير عندك الجواب؟ طبعا التكامل ينزل، ما لك علاقة به. هنا دي اكس لا تنساها، المتغير اكس في 2 اكس راح تقول 2 اكس تربيع. اوكي، راح نجي نضرب الاكس ايضا بمن؟ نضرب بالثلاثة. يعني اكس تلاحظ هنا موجب، مو تاخذ اشارة السالب، لا، السالب للثنين، هنا للوسط. دائما هاي الاشارة الطالب ياخذها، لا ابوي، هاي للعدد الثاني، ما لك علاقة بها. الاكس ما طول كش ماكو قدامها فهي موجب. اذا راح نقول له زائد 3 اكس. هسه شو تلاحظ؟ خذنا القوس الاول وضربناه بالقوس الثاني، نجي للقوس الثاني بمن راح نضربه؟ هنا سالب 2 في 2 اكس، راح تقول سالب 2 اكس في 2 عفوا 4 اكس. السالب في الموجب طبعا راح نضرب هذا الطرف في هذا الطرف، طبعا سالب مبين عندك 2 في 3 6، سدينا القوس وكلها للدي اكس. اقول لك هنا انا باوع لي بالحل. شلون راح تجي؟ اكو هنا عندنا بالجمع والطرح، اذا قلنا 2 اكس للاس 2 ما عندي هنا داله تربيعيه حتى اجمعها واطرحها، لكن عندي هنا اس 1 وهنا اس 1. اقول لك تاخذ الاشاره للكبير، شوف الاشاره للاكبر ونطرح هنا، انتبه عليها. راح نقول تكامل ال 2 اكس بعدنا من الكبير عندك طبعا السالب 3 ناقص 4 اشارة الكبير طبعا اكس هو 1 اكس، ما كده نكتب لين هو معاملة 1 ناقص 6 كل للدي اكس. اقول لك اقدر بعد ابسط هذا المقدار؟ تقول لي لا استاذ، ممكن نحله. اذا من نجي نحل نرفع حدود التكامل اللي هو هذا التكامل قدام 2، العدد ينزل والاكس طبعا 2 زائد 1 مثل ما علمتك، دائما الاس نضيف له 1 ونقسم على الاس الجديد اللي هو 2 زائد 1 ناقص الاكس. ايش قد قيمته؟ طبعا هو 1 وضيف له 1 باوع ناقص راح نقول 6. هنا ثابت التكامل، نرفع المشتقة دي اكس اللي هي المتغير ونخلي بوكانه ثابت التكامل سي. هنا راح نكمل، راح نقول الثانية تنزل، تعال اجمع الاسس، ايش قد يصير؟ 3 على الاس الجديدة 3 ناقص اكس 2 على 2 ناقص 6 اكس زائد سي. هنا ما ننسى الاكس، لان قلنا كل عدد ثابت نضيف له اكس ونضيف هنا ثابت التكامل. هذا هسه المثال الاول خلصته قدامك، راح نجي نكمل لك المثال الثاني بصفه ثانيا. اذا انطاك اكثر من قوس تكامل اكس ناقص 1 اكس زائد 1 وانطاك 2 اكس ناقص 5 كله للدي اكس، تلاحظ هنا الطالب راح يشوف اكو اختلاف بالاقواس. اقول له لا سهل، اضرب الاول ويا الاول، تكامل راح تقول هنا اكس تربيع، باوع. السالب في الموجب راح تعطيني اشاره سالب، وتضرب الواحد في واحد طبعا واحد، وننزل القوس الثاني، تلاحظ هذا القوس الثاني سالب 5. ارجعك للمعلومه المهمه، هسه اخذناها بالمثال الاول عمليه التوزيع. راح نضرب اكس تربيع في 2 اكس، راح نجي نفتحها متكامل، يعني بعدنا دا نبسط. اكس تربيع في 2 اكس راح تقول 2 اكس تكعيب،
راح نضرب ايضا اكس تربيع بي من بسالب 5، راح تقول سالب، ليش؟ لان يعني الموجب في السالب فهو سالب، 5 في اكس 5 اكس تربيع. اذا كملنا المقدار الاول ضربناه بالقوس الثاني، هسه راح نضرب المقدار الثاني بالقوس الثاني، السالب في الموجب سالب، 1 في 2 اكس طبعا 2 اكس، السالب في السالب طبعا موجب، شوف 5 في 1 طبعا 5، كل دي للاكس. شي باوع الطالب هنا؟ شوف هنا مرفوع للاس 3، عندك للاس 3 داله؟ لا. اجي هاي الداله تربيع، عندي تربيع وياها؟ لا. هنا للاس 1 ما عندي مقدار وياها حتى اقدر اجمعها او ابسطه. هسه شو تسوي؟ نرفع حدود التكامل، الثنين العدد الثابت ما لك علاقه به، راح تقول اكس 3 نزيدها 1 على 3 زائد 1 ناقص العدد الثابت ينزل 5، الاكس 2 زائد 1 على 2 زائد 1 ناقص العدد الثابت ينزل ايضا، والاكس نقول له هو 1 ونضيف له 1 على 1 زائد 1 زائد الخمسة، شو نضيف لها؟ قلنا اكس زائد ثابت التكامل. يقول بعض الطلاب استاذ نقدر نلغي هاي الخطوة؟ ممكن تلغي هاي الخطوة، ورأسا نتجاوب اذا افتهمت هاي الخطوة، لان هاي الخطوة مهمة للطالب. اذا 2 راح يقول اكس اس 4، راح نجمع الاسس، على 4 ناقص 5، اكس 3 على 3 ناقص 2، اكس 2 على 2 زائد 5، اكس زائد ثابت التكامل. اكو اختصار؟ طبعا موجود اختصار، موجود عندنا الثنين ويا الاربعة بها اثنين، وعندك الثنين ويا الثنين ده تروح. اذا جواب مالنا النهائي اكس للاس 4 على 2 ناقص 5، اكس 3 على 3 ناقص اكس تربيع زائد 5 اكس زائد سي. شو تلاحظ هالستة هنا؟ كمل المثال الثاني ان شاء الله. اذا كملنا اول مثال وثاني مثال، وراح نجي على المثال رقم 3. هسه راح ناخذ مثال رقم 3، تلاحظ تكامل اكس تربيع ناقص 9 على اكس ناقص 3 كله للدي اكس. شلون يجي الطالب يحل هذه؟ هذه قسمه منطيني بالاسئله. من تجي تحل القسمه هنا أنا انبهك على معلومه. اذا حد واحد قلنا نرفع للبسط ونغير اشاره الاس، لكن هذا الفرق بين مربعين مبين. إذا عندك الفرق بين مربعين، إيش علمتك؟ نجي ننزل التكامل، راح تقول اكس ناقص 3 واكس زائد 3 على اكس ناقص 3 كله للدي اكس. طبعا اكو اختصار كل السهل، طبعا اختصار البسط ويا المقام يروح. إيش بقى عندك؟ تكامل اكس زائد 3 دي للاكس. هنا بالنسبة لنا راح شي يساوينا نكامل رأسا، ليش؟ لأن بعد ما عندي تبسيط للمقدار، راح يكون اكس هو أسة 1 ونضيف له 1 على 1 زائد 1 زائدا الثلاثة، شو تضيف لها؟ طبعا تنزلها وتضيف لها اكس زائد ثابت التكامل. هنا بالنسبة عندنا راح يكون قدر المستطاع هاي الخطوة ممكن نحذفها، نعم ممكن نحذفها ونضيف هاي الخطوة جوا البل اللون الأسود، يعني 2 على 2 نجمع الاس على الاس الجديد زائد 3 اكس زائد سي. تلاحظ هذا انتهى الحل كل سهل جدا. اذا الثالث هنا كملنا ايضا امامك. نجي على المثال رقم 4. شنو المثال رقم 4؟ راح انطاك المثال رقم 4 يقول تكامل 3 اكس للأربعة مرفوع للقوة دي اكس، هم قسمه. هنا هذا اللي يمثل الحد الواحد، شوف هذا بالقسم يمثل لك حد واحد، ليش؟ يعني الداله هنا وعندك العدد ثابت بالبسط، راح شو اسوي؟ بكل سهوله للحل، شوف اول خطوه شو اسوي؟ العدد 3 انزله والداله ارفعها للبسط واغير اشاره الاس ما انسى واقول لك دي للاكس. هسه راح نكامل السؤال عندك، شلون راح تبدا بعمليه تكامل؟ راح تقول يساوي الثلاثة، شوف دائما من اكامل ارفع حدود التكامل، ومن ارفع الدي اكس اخلي بمكان لازم شنو ثابت التكامل هو السي، لان هو هذا المتغير عندك. راح يكون راح نجي اكس ناقص 4 زائد 1، قلنا دائما نضيف الداله زائد 1 ناقص 4 الاس الجديد زائد 1 بعد زائد سي ما انسى، ويساوي ان 3 ينزل ايضا،
الاكس مالتك راح يكون سالب 3 على سالب 3 زائد سي. طبعا اكو اختصار، نعم اكو اختصار، الثلاثة ويا الثلاثة تروح بها واحد، اذا راح يساوينا اكس سالب 3 على اليمن على سالب 1 زائد سي. هنا ما يصير بالنسبة لك لازم ننزل الدالة للمقام، اذا راح نكون سالب 1 ما تغير اشارة دير باك نصعد البسط، ما تغير اي اشارة، فقط تغير اشارة الدالة، فقط شنو نغير؟ نغير اشارة الدالة، يعني ما لك علاقة بالعدد الثابت، يظل نفسه العدد، شوف اكس للاس 3 زائد سي، ماكو دالة عندنا هي بالسالب، دائما تكون بالموجب. ان شاء الله راح نكمل وياكم المثال الاخير هو الخامس. المثال الخامس سهل جدا، منطيك ايضا تكامل، باوع اكس تربيع هنا زائد 5 اكس بعد ايش منطيك زائد 6 على اكس زائد 2 دي للاكس. شوف هنا باوع هنا منطيني قسمه، لكن هنا اباوع للبسط بثلاث حدود، باوع على الحدود، اهم شيء تباوع على عدد الحدود، هاي ثلاثة حدود، الثلاثة حدود بي من تحلها؟ طبعا بالتجربة، شو راح احلها بالتجربة؟ ما لي علاقة بالمقام، انا امشي عند البسط هسه بالشغل مالتي. اذا من اجي راح ابدا بعملية الحل، راح شو اقول لك؟ نفتح قوسين مثل ما علمتك، اكس باكس، اشارتك موجب الاول راح تنزل هنا بالقوس الاول، وراح تضرب الموجب في الموجب بالقوس الثاني هو موجب. الستة منين جاية عندك؟ طبعا ثلاثة في اثنين على اكس زائد اثنين كلها للدي اكس. شو تلاحظ هنا؟ طبعا نقدر نختصر بسط المقام اختصرناه، اذا بقى عندنا هنا اكس زائد ثلاثة دي للاكس. نبدي نكامل بعد ما اي تبسيط الى ماكو، اذا هذا اكس هو اسه واحد واحنا نضيف له واحد، يعني واحد زائد واحد زائد الثلاثة ينزل، وش نضيف له؟ اكس زائد سي. هنا راح يكون عندنا اكس 2 على 2 زائد 3 اكس زائد سي. هنا كملنا الخمسة امثلة الوزارية المهمة، وان شاء الله نلتقي وياكم بالحلقة الرابعة من الفصل الرابع ان شاء الله.